ياه، ايه يا عم اللي عملته ده ده ده؟ يا دي انت متعلم الكلام على كبر. ايام بيزي مشغول يعني. مالك قفش ليه يا جوجو؟ اصل السجاير شاحها في السجن، وانا عايز اعرف انت شقتها مين يا جوجو. يا جوجو ما تبصني ببق احسن، وخدم المأمور جدعانة. إلهيك حيبه مطرح ما هو قاعد ويخرب بيت زبخة بيوتنا. ده كان المأمور اللي قبل منه كان عسلية، كان برقبته. طب اللي خلص لك المصلحة دي يبقى رفيقي وشقيقي وحليله بق يخرب بيت بقك على بقه. مين شغال معاك في الحوار ده؟ هقول لك يا جوجو، اللي مدورينها في السجن اتنين، العبد لله والواد علي طفاية لحساب البلد. وانا عايز اعمل موضوع لحسابي لوحدي. جه واللوت ده بيخش بكام؟ نص مليون. مصلحتي بكام؟ 20%. 40%. كتير، ما توفيش. طالما شحها في السجن دبلر البرايس. انت بتعمل كده ليه يا جوجو؟ منفضك من دماغي. مش للدرجه دي يا جوجو. جوجو، سنتكلم اليوم احبائي في الله عن الامانه، الامانه والضمير. والمولى عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. فهل نحن أحبائي في الله نعلو بهذا التكليف؟ أم لهان عنه الشيطان كما لهان عن العديد من أمور ديننا الحنيف؟ الأمانة، الأمانة ضاعت في الناس. فإياكم والشيطان، إياكم والشيطان، إياكم والشيطان. كان لسه بيجي في سيرتك. إيه يا باشا؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، عايز مني إيه؟ بغض النظر على اللي بينا، دماغك دي عجباني. بس مش عجباني، هي اللي جابتني هنا. وبعدين يا باشا أنت مسيبني خطبة الجمعة عشان تقولي دماغك عجباني، هو إيه المطلوب؟ تعرف ايه عن فتح السروج؟ وده بقى صفه ولا مهنه؟ هنهرج يا ابني ولا ايه؟ فتح السروج عضو مجلس الشعب، ياخد عنده حته فيلا ربنا يدينا ويديه. بس الغريبه بقى ان عنده بيانو محيرني، هموت واعرف لغايه دلوقتي وحاطه ديكور ولا بيلعب عليه. مش قلت لك دماغك عجباني؟ طب اللي فاكر غالي، نسيت اهم معلومه بقى. بس انت مش ملاحظ ان اخر عمليتين انت اللي سلكتهم له؟ وده بقى اعتراف رسمي مني. فتح السروجي محتاج العملية الجاية، عنده قطعة أثار عايز يهربها بره، انت عارف بقى دي ثروة قمية ومال عام. وايه اللي مطلوب منه؟ تسلمهولي. ازاي وانا بالزق؟ هقف جنبك يا باشا. انا اخر واحد وقف جنبي كنا بنشوف مين فينا الاطول، اللي بيقف جنب العباد ربنا. هنفتح لك صفحة جديدة، وصفحة ثوابك دي هتبقى بيضة زي الفل، والثلاث سنين انت لابسهم دول هتعدي منهم. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانيه الا ثانيه. طول ما يا باشا في الخدمه، العبد الله في الخدمه. بس الزرقاء، بس جات لي معلومات ان في السروجي هيهربك يوم ترحيلك لجلسه استئناف. اصيل، هنسيبك تهرب. اصل. انا متعاون. وتفتكر يا باشا لما اسلمك السروجي هيسيبني؟ طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتزعل. قول وخلص. شريط أصلك جديد. احنا هنهرج ولا ايه؟ ههرج. انت اللي محتاجني. وبعدين ما يلزمنيش اخرج من السجن، انا لازم اهرب بره مصر كلها. لو سمحت، لو سمحت، يا حرام. ماشي. انت مين يا انت؟ انا خيط مقطوع من كتر الشد. أهزار تحول فجأة الجد، وسؤال ملهوش في المنطق رد. أنا حد اتحول فجأة لبت، قصدي لحد. ماشي، خد عفرة سيجارة. مسك نفسك يا ابني شوية. قول لي ايه حكايتك بقى، عشان انا ما بقتش فاهم لك حاجه. كسرت النفس وحشه. اللي قدامك ده ناس خريج جامعه كامبريدج، شايف كامبريدج، وخدت منها درجه اكسلانس. اكسلانس لانس لانس لانس، عداني ابن الجذبه صدى الصوت. وقع في طريق انسان سميته صديق، اديته الامانه. الامانه
خان الامانه وخد اللي ورايا واللي قدامي. انا اللي عملت في نفسي كده. تصدق انا حبيتك انت. يو لاف مي. وهوقفك تاني على رجليك. انت قلت لي اسمك ايه؟ صبر. شوف يا صبر، انا هخليك تعمل احلى مصلحه. هنا يا عمو. ده هنا بيحصل احلى مصالح. اهم حاجه تبقى حلال. طبعا حلال. بس المامور الجديد بقى منه ايه؟ خالو سمير. خالو؟ خالو ازاي؟ اخو ماما. ده الانسان الوحيد اللي وقف جنبي في وقت كل الناس كان بتنهش في الاحمي، في الستريت، الطرقات. تصدق انت واحد من السنة. شوف يا صبر، انا هعمل معاك احلى مصلحه، مصلحه بمليون جنيه، وهعرقك ب30%. يا عمو كلامك غريب، غريب قوي، انا مش فاهم حاجه من الكلام ده. يعني ايه مصلحه وهعرقك؟ مصلحه يعني بزنس. اوكي. طب وهعرقك يعني هقبلك. يا يا لا يا عمو سوري، ما اقصدش يا يعني موافق بس بالامريكان. شوف يا صبر، باختصار احنا عايزين ندخل سجاير جوه السجن. هنا؟ يا اوكي، بس انا اعرف ان السجاير دي مضره بالصحه. صح، هي فعلا مضر بصح، بس حلال. خلاص يا عمو اللي تشوفه، اللي تشوفه. جيب مي فايف حبيبي، دي وعهد الله. جيب مي فايف كده. تلاقيني مكمره لك الموبايل في اخر الحلقه في قلب الرز. رز؟ تسلمي يا غاليه. ما بقتش فاهمه دماغي. انا من ساعه حلقولي هنا حتى انا ما بقتش فاهم دماغي، بقيت رجل فضاء يا ليلى. يا حبيبي يا عم خليك معايا بقى. السروج عارف ان انت عندك جلسه يوم الخميس، وبيقول لك ما تخافش، هو في ظهرك هيهربك، علشان كمان عايزك في عمليه جديده. اصيل قول له صبر عارف انك انت قدها ودود، واللي ظهر ما بتضربش على الله، وكمان بلغه ان الحكومه عينها عليه. حصل. والنبي انت غلبان. غلبان؟ انا غلبان قوي يا ليلى. ما تجيبي بوسه بقى ولا ده مش موضوع. ما تلمي ايدك يا راجل، احنا قاعدين وسناك. ايه يا بنت انت وحشاني يا بنت. في ايه يا عم صابر؟ ما تحترم وجودك. ايه يا عم انت، دي مراتي وانا شريتها. وبعدين بس ده هيرجع ولا ايه؟ مش لما انت ترجع. يا رب يا حبيبي يا رب. يا رب ارجع يا ليلى. انا بقيت مخلوق فضائي. تفتكر هفضل في المريخ؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ازاي هتدخل من غير ما تخبط؟ الو يا سيادة مأمور، يا خالو. خالو مين يا؟ مش انت خالو هتتبرى مني؟ يا خالو اسمع. لا 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 لا، انا زعلان زعلان زعلان، انت زعلان. معقول مش مين؟ اكلمك مرات وما ترديش عليا؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، انا اتصلت بيك على البيت وما تردش عليا. طب ما انت فاكك اهو، امال قامت علينا ليه؟ ولا انت جبت الكلام ده منين؟ مش هقول لك، انا زعلان منك، عايز تسيبنا وتروح المطافي. لا المطافي يا ما تبصليش كده بقى يا خالو. طب اشير وخلي اللي مشتري يتفرج يا خالو. خالو تعالي. اهو بارنس. تقول عايز ايه؟ بارنس. انا ابتديت اف منك. ليه يا لولا؟ جبتني هنا ازاي؟ عملت لهم لطه كبيره هنا خصوصا بعد الزياره الاخيره، جننتني. وبعدين مش عارفه اخرج لك، فقلت بقى تجيبني هنا. بالظبط يا لولا، الزنزانه نورت ورا ابنها يا حبيبي. بجد يا لولا، معقوله تحبيني زي الاول بعد ما تحولت انسان فضائي؟ بحبك في كل حاجه. مش مصدقني هنا. الزنزانه دي هتولع لاعلى من خالص. وداني اقعد. يا احلى مفاجاه لولا، لا سحر ولا شعوذه. امسكي امسكي يا بت. ايه دول؟ 300,000 جنيه. جبتهم منين دول يا صبر؟ ربك يا لولا ما بينساش حد. اسمعي يا بت، مسير عقرب الساعه ده هيلف على ساعه، هنبقى في حته تانيه خالص. وانا هخرج بيهم ازاي بقى دول ان شاء الله؟ في ثانيه الا ثانيه، نفس العربيه اللي جابتك هي اللي هتوديك. يا بنت انت مرات جوجل. عايزك بقى ما تنسيش تعدي على ام رحمه، بجهز بنتها رحمه، والست دي ليها فضل عليا كبير قوي. فضل ايه بقى؟ رضعتني وانا صغير.
يا حبيبي طول عمرك اصيل وما تنساش الواجب ابدا. هنعمل ايه بقى؟ الناس لبعضيها. وما تنسيش برضه الله يبارك لك باكو كمان للبت هدى. ليه بقى دي كمان ان شاء الله؟ دي رضعتني وانا كبير. نعم. هنعمل ايه طيب؟ سيد عثمان اتحرك يا ابني. فندم. خالو يا خالو. خالو. البضاعة فين؟ في زنزانتك يا عمو. بضاعة بنص مليون جنيه تسيبها في الزنزانة؟ أعمل إيه خالو؟ قال لي كده. بس هو قال لي إن السجاير حرام. لا يا حبيبي مش حرام. يا بس مش مستحبة. الحمد لله يا رب. إيلي بقى عشان رايح استئناف يا رب أخرج. ربنا معاك يا صابر. خد بالك إحنا عندنا شغل كتير. صابر سيد علي الطمان. أفندم. إبراهيم محمد أحمد. أفندم. الصول حسين هيديك مفتاح الكلبش وأنت تركب عربية الترحيلات. وهو برضه اللي هيفتح لك الترباس لما تيجي تهرب. طول فترة السجن كنت أأمل تجيلي فيزيتور زيارة يعني. سؤال إيه؟ البلو اللي أنت كل شوية منطرهولي في حتة مرة في الجنينة ومرة جوه هنا نظامه إيه؟ أنت بقى بتلعب عليه ولا جابه ديكور؟ لا بلعب عليه. فنان يعني؟ أرتست يعني؟ أنا شغال مع أرتست. خلينا في المهم. أنا عايزك في العملية الجديدة. مش لما نصفر القديمة يا فنان؟ شو يعني نصفر؟ يعني نجيبه أرض بس هو يسلم. مين هو هذا اللي يسلم؟ أمي. نصفر يا جوج 10 خضرة أمي كده بقى فاضل لي 40 أخضر. ما تلم رجليك شوية. طب وأنت إيه اللي مسكتك؟ ماشي يا طهرة. عايزك تظبط يالا. ما تنساش إن أنا اللي مخرجك من السجن. يعني أنت اللي عليك مش أنا. ومين قال بقى ان انا كنت عايز اخرج؟ انا كنت اخلص المصلحه بتاعتك وارجع تاني. صدق بالله انا بطلع مصلحه جوه احسن من بره وفي الهادي جدا على روقان. ده انت ما حدش يعرف يغلبك يا عم. انا لا عايز اكون غالب ولا مغلوب. انا عايز اقضي المصلحه واطير. ايه المصلحه؟ عروسه مكتوب كتابها عايزين نسطرها ونوصلها لابن الحلال. لميعه ولا مطربه؟ ملعلعه. الدخله امتى؟ يا ريت النهارده قبل بكره. ايه المصلحه؟ حتى تأثار دهب عايزين نسلكها. الاستلام في الأقصر والتسليم في اسكندرية. دين كده انت فهمتني كويس طبعا كبير. تمام. تمام. الله انت بتكلم مين يا دين؟ بشاور قرين يا برنس. انا ما قلتلكش ان انا ملبوس. خلينا في المهم. الموبايل ده خط جديد هكلمك عليه في أي وقت. والفلاشة دي عليها فيديو لعروستنا. طب معلهاش حاجة الأصالة الجديد؟ طب ما تقفش. احنا هي ناقصة قفش. طلب 4 четверت часа لغوريسكي ريغوليروفشيك ريغوليرو. طب علي 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 ده تاكي نيبولا فيروالي لو الخبر ده طلع صحيح تبقى مصيبة سود. خبري مش عارف بس قلقان. أسيبك انت بقى تقلع لوحدك وقلقانة في اي مكان تاني. سلام. كوري تركا تروبكو كوبيل. ليلى
انا بخير. لم هدومك انت وشيماء وفاروق عشان هتجوني. مش لما الاول اعرف في ايه يا صابر؟ هفهمك بعدين. شوفي مين؟ شوفي مين؟ حاضر حاضر. مين؟ حكومة. يا لهوي الحق يا صابر، الحكومة بتدور عليك. في يا باشا؟ في ايه صابر يا بنت؟ صابر في السجن يا باشا. خش في المكان. ما هو هرب يا روح امك. يا فندم مفيش حد جوه. بتقوم لي على البوكس؟ والله يا باشا ما اعرف. يلا يا بنت. قالوا ايه؟ ده ما كانش اتفقنا يا عم. تقلقش يا عم، احنا عاملين الموضوع ده بس عشان يبان انه طبيعي. ساعتين كده وهخرجها لك، وزي ما وعدتك هصفرك ورقك زي الفل. بقول لك ايه يا جوجل، هبعت لك رساله على موبايلك في عنوان، تحفظه كويس قوي وبعدين تمسح الرساله. ماشي يا باشا، يلا صباح فل يا جوجل، مع السلامه. انت هتهرب الواد ده بره مصر؟ أهرب مين يا عم انت؟ ده واد نصاب عليه قضايا اكتر من 15 سنه. delivery date when you're too late and we hurry. ليك حياتي، هن عم يسألوك عن موعد التسليم، بيقول لك انك اتأخرت عليهم كتير وهن هيك مزعجين منك. التسليم حيكون الاسبوع الجاي، نظام سدد الفلوس ازاي؟ Delivery will be next week. How the money will be? One third of the amount will be paid before delivery and the rest after delivery. حياتي هو رح يدفع لك التلت هلا قبل التسليم والباقي بعد التسليم. وانا موافق. اوكي. يا صابر. حياتي ليكو هيدا صابر. ايوه يا صابر. خلي بالك يا باشا انت بتراقب. بقول لك يا غالي، احنا مش مركب واحده ولا انت عايزنا تلط تخش السيجنال بسطرحه؟ خلينا في الجد، انت هتستلم العروسه في الاقصر وهتسلمهاني في اسكندريه، والكلام ده هيكون يوم الجمعه. اهم حاجه بعد الصلاه. انت عرفت ازاي ان البوليس بيراقبني؟ جات لي رؤيه. اصل بنام طاهر. كلام لتعيب براها امك. اوبا، ايه الجو الامريكاني؟ انت جبني هنا ليه؟ مازال انت سيب انت على قال لك لما يظبط الحجر بس شويه. ولا بقول لك ايه، انا لا هسلم ولا هستلم، انا روحي في ايدك. فين ال عف؟ لا كده انت بتدخل ظرف التهريج وغالبا بتقلب بجد. امسك اشرف لي ارجع السجن احسن. هنسميك الاسم اللي انت عايزه يا حبيبي. طلباتك ايه؟ لما بقول طلباتي بتسأل. شريط رصاص. اوبا ده انت معبي. لا انا عايزك تسميني سعيد عشان لما اسافر يقول لي هابي. استغفر الله العظيم، امك اللي ذنب عظيم. التسليم امتى يا صابر؟ والله ما انا راضي عليك عشان انا قلت لك هابي وانت قصد تضايقني. التسليم امتى يا هابي؟ هابي ايوه كده. كمان يومين. هيبقى فين؟ يعني انت ما سمعتش؟ الحكومة بتحب تتأكد. ورا مصنع الكراسي. اشمعنى؟ عشان ضلمة. خلص يالا. اه مالكش أمان. عند الهرم الكبير. اشمعنى؟ عشان طويل. ما بطل وسخ يالا وخلص. هو اللي قال لي. ولعلمك بقى عشان خاطر المحبة اللي ما بيننا. العروسة لميع مش مطربة. أفهم من كده إيه؟ كنت أنا فهمت. امسكها. أهدي الفاشة اللي عليها العروسة. بس امان عليك ما تمسحش اغاني اصلا اللي عليها. ايدك ايدك. انا ما يهمنيش في الموضوع ده حاجه، انا هغسل ايدي منه وهسلمك السروجي في ايدك دي والعروسه في ايدك دي. بس امان عليك بلغ مصر ابنك صابر بيقول لك كفايه كفايه.